أعلمت وكالة الصحافة الكندية أن اليابان إحدى الدول التي تسعى حكومة هاربر إلى التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر إلى جانبها لم تعد مهتمة بهذا الأمر، مما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين. ففي وثيقة داخلية اعترفت وزارة الشؤون الخارجية أن المفاوضات لم تحرز التقدم المنشود كما كان مرتقبا في إطار المباحثات التي بدأت في أذار مارس 2012. وتشير الوثيقة إلى أن اليابان أكثر اهتماما بالمباحثات المتعددة الأطراف في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، بإشارة إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر يطاول 12 دولة منها كندا، المكسيك، الولايات المتحدة وأستراليا. اتهم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك الحزب الليبرالي والحزب الكيبكي بالوقوف وراء الزيادات الهائلة على أسعار الكهرباء بسبب التركيز على قطاع الطاقة المستخرجة من الرياح. وأكد زعيم الحزب فرانسوا لوغو أن الطبقة الوسطى ترزح تحت وطأة الزيادات على الضرائب وعلى أسعار الكهرباء وارتفاع رسوم الحضانة والضريبة الجديدة على الوقود. وتبع زعيم الحزب قائلا: لقد طفح الكيل في أوساط الشعب من تلك الزيادات، وبأن النتائج في صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات الفرعية سوف تعكس هذا الاستياء العارم من تلك السياسات المتبعة. شارك عدد كبير من انفصالي النزعة في حفل السباق على ترشح زعيم حزب الكتلة الكيبيكية ماريو بوليو كمرشح في الانتخابات الفيدرالية المقبلة عن دائرة بوينت دو ليل في موريال. ونفى زعيم الحزب الكيبيكي بيير كارل بيلادو الذي كان حاضرا، نفى أمام الصحفيين التشكيك بجدوى حزب الكتلة الكيبيكية، واصفا إياه بأنه حليفا للحزب الكيبيكي وحليفا للانفصال، وبأن الحزبين يسعيان باتجاه الأهداف نفسها، مؤكدا أن الدفاع عن مصالح مقاطعة كيبك يأتي في سلم الأولويات. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء السابق في كيبك برنار لاندري أن وصول بيلادو إلى زعامة الحزب الكيبكي ولد أجواء إيجابية بالنسبة لماريو بوليو، وبأن رياح الأمل تعصف لصالح انفصالي النزعة. أعلنت وزيرة الثقافة في كيبك إلين دافيد عن تعليق عملية بيع مبنى مكتبة سان سولبيس، علما أنه في عداد المباني التراثية المهمة على شارع سان دوني في مدينة موريال. إلى ذلك أضافت الوزيرة قائلة أنه سيتم إنشاء لجنة عمل إلى جانب بلدية موريال سعيا وراء تحليل الخيارات التي تسمح بإنعاش المنطقة وضمان استمرارية الإقبال عليها. انتهى رسميا أمس الأحد حكم حزب المحافظين التقدمي في مقاطعة ألبرتا الكندية في أعقاب مرور أقل من 3 أسابيع على الانتخاب المفاجئ للحزب الديمقراطي الجديد، فقد أدت حكومة راشيل نوتلي اليمين الدستورية. ومن المرتقب أن تستمر الأعمال البرلمانية لمدة قصيرة خلال فصل الربيع الحالي بغرض الموافقة على مشروع قانون للنفقات المؤقتة، على أن تطرح حكومة نوتلي موازنة جديدة عند استئناف الأعمال البرلمانية خلال فصل الخريف المقبل. أعلن الصحفي فرانسوا بوغينغو عن انسحابه من الحياة العامة بعد أن تم التشكيك بمصداقيته في تقرير نشرته صحيفة لابريس المحلية. وفي بيان صدر أمس، أكد الصحفي أنه سيأخذ الوقت اللازم للرد على الادعاءات بحقه. وأشار بوغينغو إلى أنه قرر الانسحاب من الحياة العامة بشكل مؤقت بمحاولة لحماية أسرته ومحبيه، وليتمكن من الحصول على الوقت الكافي للرد على الادعاءات التي طالته على المستوى نفسه من المهنية التي لطالما تحل بها، على حد قوله. أعلن رئيس بلدية صغيرة في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية حالة الطوارئ يوم أمس الأحد بعد أن ضربت عاصفة عنيفة المنطقة وخلفت وراءها أضرارا وفيضانات. وأكد رئيس بلدية كاش كريك جون راناتا أن نحو 40 شخصا نزحوا عن منازلهم يوم السبت الفائت عند ارتفاع مستوى المياه، وقد يضطر البعض للانتظار لعدة أشهر قبل تمكنهم من العودة إلى ديارهم. وأشار رئيس البلدية إلى أن 80 مواطنا آخر في حالة من التأهب، وقد يطلب منهم إخلاء منازلهم بأي وقت.
شارك ألوف المواطنين في مقاطعة كيبك أمس الأحد في 18 بلدية في مسيرات الكلى التي تنظمها منذ 9 سنوات الجمعية الكندية للكلى. يهدف الحدث السنوي إلى جمع التبرعات المالية لمساعدة المرضى المصابين بأمراض الكلى ولدعم المحيطين بهم، فضلا عن توعية المواطنين بشأن أهمية التبرع بالأعضاء إلى جانب تعزيز الأبحاث حول هذا النوع من الأمراض. هذا ويعاني حاليا نحو 585 ألف مواطن في مقاطعة كيبك من أمراض الكلى، ويرتفع عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي المزمن بنسبة 10% سنويا. منح رئيس بلدية موريال دوني كودير وأصدقاء الجبل يوم أمس الأحد جائزة موريال إلى رئيس البلدية السابق في موريال جان دوري، تقديرا لالتزامه بالحفاظ على جبل موريال وإبراز قيمته. يعيد اليوم الاثنين المركز الرياضي التابع للبارك أولمبيك في موريال فتح أبوابه بعد عام ونصف العام من الأشغال ونحو 30 مليون دولار من الاستثمارات من قبل الحكومة في كيبك لتحديث المنشآت التي يعود تاريخها إلى العام 1976. في الخبر الأخير، أعلنت الشركة الكندية المنتجة للهواتف الذكية بلاك بيري عن إلغاء عدد غير محدد من الوظائف في كافة أنحاء العالم. وكشفت بلاك بيري أن الاقتطاعات في الوظائف سوف تطال المسؤولين عن تصنيع المعدات البرمجيات والتطبيقات الخاصة بهواتفها على غرار بلاك بيري بولد، بلاك بيري كلاسيك وبلاك بيري باسبورت. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.